أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأفاضل، وإلى بغداد ومنها المشترك أمير الكاظمي. طبعا كان لتأثير المدربين تأثيرا كبيرا من ناحية الاختيار ومن ناحية التدريب الكثيف، واستفدت منهم استفادة كبيرة إن شاء الله ومعلومات قيمة. اللجنة الكريمة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أمير، تفضل. المشترك أمير الكاظمي من محافظة بغداد الكاظمية المقدسة، العمر 22 سنة. أفضل أعمال الصلاة على محمد وآل محمد. ما تلوح مايا تلوح أبوها حسين تنشد ما تلوح من الطق جفها ورام من الطق جفها ورام ما تلوح ما تلوح الرمح عالي ورقية والله الرمح عالي الرمح درحم رقيه يا شيال الرمح درحم درحم رقيه. لشاعرها خادم الحسين محمد الجماسي قصيدة نبي الفرات الشاعر كرار الكاظمي. عباس أنهار لوزن الكلمات أنزله الله نبيا للفرات. عباس أنهار لوزن الكلمات أنزله الله نبياً للفرات. من إحساسه الشعراء خافوا وجيش الشمر كلهم زحافوا. من إحساسه الشعراء خافوا وجيش الشمر كلهم زحاف وجيش الشمر كلهم زحاف. نبيا للفرات نبيا للفرات. عباس أنهار لوزن الكلمات أنزله الله نبيا للفرات. عباس أنهار لوزن الكلمات أنزله الله نبيا للفرات. من إحساسه الشعراء خافوا وجيش الشمر كلهم زحافوا
وجيش الشمر كل لهم زحاف نبيا للفرات نبيا للفرات أنهار قلبه عليها ينبت الحمام كفاه تسقل التضاريس من الكلام أنهار قلبه عليها ينبت الحمام كفاه تسقل التضاريس من الكلام وعينه الخضراء لا تحتمل السهام وعينه خضراء لا تحتمل السهام لأن فيها لقطة من صور الخيام لأن فيها لقطة من صور الخيام مخيلتي قمار لقطات فاقت عالمي العادات بدأت من آه يا زينة وإن ختمت بابو السجاد وإن ختمت بابو السجاد لقطت عطش لسكينه لقطت سهم لي بعينه لقطت قطع شفينا وينا لمن وقع فوق القاع زمن أصبح بدون إيقاع كسر كيل وزن بالأسماء ويلا ويلا وإنه رئيس شعب المفردات أنزله الله نبيا للفرات أبو الفضل عليه لا يضاف وجيش الشمر كلهم زحاف وجيش الشمر كلهم زحاف نبيا للفرات. ما شاء الله سنت يا عزيزي ما شاء الله سنت مله طابت الانفاس بدي اروح لك تفضل يا حبيبي. انا فرد حكاية اريد اسال اقول هذا المستهل المقاصير نعم مالت. استاذنا ملا ابو بشير تفضل ملا هذا المستهل المقاصير مالته من يقرا للجمهور يقدر يجي جواب يجاوب يجي صوت عالي هاي لأن مسابقة هو بالمسابقة ما أقول بالنسبة إذا يريد الجمهور يقرأ المقاصير كلش عالي يعني أنا من الناس أقوم عوعي قلت لي تجل أستاذنا تجل أحسنت يا الله شكرا جزيلا نعم دكتور دغاغ أحسنتم جزاكم الله خيرا وشكرا لأبي بشير الطيب أبونا وصاحب وحامل هذا التراث الحسيني طبعا أنا أوافق الرأي بأن القصيدة إذا كانت تسجل باستوديو بس للاستماع ممكن ولكن إذا كان للرد لازم يعني تهيئ كل الإمكانيات للجمهور حتى يقدر يرد أحسنت أمير حبيبي شوية كنت مرتبك وانت هاي كم حضور إليك ووالدك هم كان حاضر الآن ما هو موجود بس ليش الارتباك؟ هو طبيعته هيك بيها ارتباك اي ادائك حلو كان الابوذيه بمقام الحجاز ما تلوحه وايضا القصيده هم بالشوري يعني بياتي علوه حجاز انا انت تحاول تقول كرد انا اعرف انت بس انت مره تأدي بيات مره تأدي كرد وتعلى بالحجاز لذلك يصبح اذا حسبنا بيات يصبح مقام الشوري على كل حال أكو عندك عينه خضراء بالشعر كان وعينه الخضراء ولا عينه الخضراء تقصد أبو الفضل العباس عليه السلام والنوب يعني تبرر أن تصوير الخيم يقول فيه لقطة
فيه لقطة يعني وبعدين يعدد عدة لقطات. هذا إذا كان الخيمة خضراء طبعا صورة الخيمة. الصورة هي شعرية جميلة جدا، لكن ممكن احنا ما ندري ان لون الخيام شلون كان وهذا، بس هو تصوير شاعر. على كل حال احسنت، بارك الله. شكرا جزيلا حبيبي ابو زكريا، تفضل عزيز. احسنت سيدنا، شكرا لك، وشكرا لملا امير، احسنت يا حبيبي، الله يبارك فيك. اليوم امير كان افضل من المرحلة السابقة، واليوم هم خجلان بس نسبة الخجل اقل يعني. الله يبارك بيه. أداءك جيد ولكن يحتاج بعد أكثر يعني بالتوظيف والتعبير، يعني الأبوذية كان يحتاج إلى تعبير أكثر، تصوير أكثر. شوي قرأتها سريعا وما وصلت لنا يعني. القصيدة كان يعني لحنها جيد ولكن يحتاج لها شوي بعد الشغل وتوظيف أكثر، يعني إبداع، مهارة، تصرف، يكون أداءك إن شاء الله أفضل من اللي أديته. أحسنت يا عزيزي، شكرا. الله يبارك جزيلا أستاذنا حسام يسري، تفضل. حبيبي سيد حسنين، أمير أحسنت، بس أنا مش هعتب عليك، أنا هعتب على الملا حيدر الصغير، عشان هو كان لازم يهتم شوية معاك و... لأن أنا شفتك النهار طلع متوتر، أنت ماسك الورقة واخد بالك وأنت واقف، الورقة عمالة تعمل كده. صحيح، طول ما أنت بتقرأ الورقة عمالة تلاقيش في إيدك، فواضح إن أنت متوتر بزيادة خالص. يعني قبل كده قلنا والدك كان قاعد وبعدين طلع بره أديت كويس، النهارده مش موجود. ابوك لازم احنا نطلع. اللحن لمين؟ مين اللحن؟ لحني. لحنك انت ما شاء الله. طب اللحن جميل، واللحن بتاعك كان يعني المفروض انتظم، اللحن حلو على فكره. وعايز برضو اعقب على الملحوظه بتاعت ابو بشير اللي احنا قلناها قبل كده، او انا قلتها مع كذا حد باشكال مختلفه. النهارده ابو بشير عقب على الطبقه، انا علقت على الالحان قبل كده، ان مهم جدا لو هنقول قصيده مجلس يكون اللحن سهل يتحفظ للجمهور، وفي نفس الوقت نراعي برضو زي ما ابو شير قال النهارده الطبقه. اذا احنا مهم جدا اللحن المستهل يبقى سهل يتحفظ وسهل يتادى للناس. نعم. يعني الناس تقدر تاديه بسهوله. امير صوتك جميل وسمعتنا حلو قبل كده قوي، اول مره ما كانش كويس، ثاني مره كنت كويس قوي، النهارده يعني الى حد ما وسط. كنت اتمنى منك احسن من كده بصراحه. صوتك مش مستقر، واضح انك متوتر، انت المشكله كانت عندك النهارده ان المقامات مش متسلطن فيها، يعني بتقول المقامات بس النغمات كلها مهزوزه، يعني زي ما ايدك كانت بتترعش كان صوتك بيترعش، فدي كانت مشكلتك النهارده. حبيبي بالتوفيق، وكنت اتمنى تقول احسن من كده حبيبي. شكرا احسنت، شكرا جزيلا. شكرا مله حبيبي، حياك الله. كان أدائي الحمد لله جيداً، لكن كانت هناك بعض الإخفاقات البسيطة التي بيّنها لجنة التحكيم الموقرة، كانت ملاحظات ثمينة وإن شاء الله نستفاد من عندها. طبعاً في الختام نشكر بداية الراعي الرسمي لبرنامج وجيه الحسين، البرنامج الأكبر والداعم للأصوات الحسينية، الدكتور عماد مهدي الزبيدي، والكادر الإعلامي والمصورين، وإن شاء الله العودة والاستمرار في هذا الطريق المبارك.